السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وفا فلوكس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا انني نتكلم على واحد العشبه اللي هي عشبه اليزير او اكليل الجبل، اللي عندها بزاف ديال الفوائد بزاف ديال المنافع. غنتكلم عليها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. كذلك هنتكلم عن الخصائص التجميليه ديالو في علاج مشاكل البشره بصفه عامه. فقبل ما نتكلم على هذه الفوائد كامله، غادي نعطي واحد النبذه مختصره على الاسماء ديالو، لانه هو ماشي اسم واحد. يعني بالنسبه في المغرب، في الدوله المغربيه، فكيتطلق عليه اسم اليازير. اليازير او الازير، يعني هذه هي بالدارجه ديالتنا. كاين الاسم الثاني وهو حصى اللبان، ولا حشيشة العرب، ندى البحر، النبات القطبي، عشب البوصلة، ولا الروزماري. يعني هاد الاسماء هذه كلها هي كتطلق على هاد العشبة هذه اللي هي اكليل الجبل، اليازير او الازير. يعني بالنسبة للموطن الأصلي ديالو، الموطن الأصلي ديالو فهو البحر الأبيض المتوسط، ولكن كينوض يعني كينوض في بزاف ديال البلدان. من الموطن الأصلي ديالو هو البحر الأبيض المتوسط. الفوائد ديال إكليل الجبل الطبية، يعني من ناحية الطبية، أولا كيتستخدم في مكافحة مرض الزهايمر. يعني الناس اللي كيكون عندهم مرض الزهايمر اللي هو مرض النسيان، فالأزير كيستعمل في مكافحة هذا المرض وكيحسن الذاكرة ديالنا. يعني نشرب مغلى هاد العشبة هادي، فمن كنقول المغلى او المشروب ديالها، يعني ما كنقصدش اننا غادي نوضو وغادي نطبخوه، ان جميع الاعشاب عمرها ما كتطبخ. منين كنبغيو نشربوها ونستافدو منها عمرنا ما كنطبخوها. فيكفي معلقه صغيره او جوج معالق من هاد اكليل الجبل ولا الروزماري، ونضيفو عليه مغلي كاس ديال الماء، عفوا يكون سخون، يعني يكون مغلى. كنخليوه واحد المده ديال 3 دقائق ولا 4 دقائق، كنصفوه وكنشربوه. فهذا هو المشروب اللي يمكننا نستعمله في حالات يعني الناس اللي كيكونوا مرض مرض الزهايمر. مثلا عشبة ديال اليزير يعني كتحتوي على واحد المواد اللي فعالة مضادة للأكسدة، مثل حمض الروزمانيك وبعض المركبات اللي كتمنع يعني ان ديك المواد الكيميائيه الدماغيه، انها هاد العشبه هذه كتمنع انها تهرس. زائد ان اكليل الجبل عنده تاثير، يعني تاثير قوي على الذاكره ديالنا. فهو كيساعد كيخلي الدم، يعني دوران الدم، يعني كيولي واحد دوران الدم جيد من الناحيه الدماغيه ديال الراس ديالنا. طبعا بالنسبه عنده فوائد طبيه واحده اخرى، انه يساعد ان اكليل الجبل كيساعد كيحسن مشكل الهضم. الناس اللي كيعانيوا من مشكل الهضم، او الناس اللي كيعانيوا من مشكل القولون العصبي، او الناس اللي كيعانيوا من مشكل امراض الكبد، ولا الناس اللي عندهم الحجر في المراره، يعني الحصيات المراريه، ولا الناس اللي كيعانيوا من الضعف، كيعانيوا من التعب. فهاد العشبه هذه كتساعد انها كتنشط الجسم ديالنا، او الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من الحموضه في المعده والتخمر في المعده. يعني اي حاجه مثلا كناكلوها ولا اي حاجه كليناها، المعده ديالنا ما كتقومش بالدور ديالها، اللي هي كتحاول انها كما كنقولوا كطحن ديك الماكله. فكي اللي كيعاني هذا المشكل كيوقع عليه تخمر، يعني بعض المرات كيضطر انه كيعاني من المشكل عفوا من مشكل الغثيان بصفه دائمه. يعني اي حاجه كلاها
كينو القحطة كيف كنقولوا بالدارجة، فعشبة اليزير يعني فعالة في القضاء على هذه الأمراض، وبالنسبة حتى للناس اللي عندهم اللي كيعانيوا من مشكل ديال الدوخة ولا فقدان الوعي. فهذه هي الخصائص الطبية ديالو. بالنسبة للخصائص التجميلية يعني من ناحية ديال إلا بغينا نستعملوه في وصفات اللي مثلا وصفات للشعر، يعني بغينا نستعملو الأزير في وصفات التجميل خاصة لعلاج مشاكل ديال الشعر، مثلا للناس اللي كيعانيو من القشرة أو اللي عندهم القشرة يعني ديك الغليظة بزاف، فهو من العشبة اللي كتحافظ على الصحة ديال الشعر، على اللمعان ديالو، كيمنع التساقط ديالو، كيعالج فروة الرأس من الفطريات من القشرة البيضاء كيف ما قلت، وكيزيد من الكثافة ديالو. زائد والأهم من هذا الشيء كامل يعني الفائدة الكبيرة اللي كنا كنقلبوا عليها، هي أنه كيأخر ظهور الشيب، يعني الشعر الأبيض كيأخره، يعني اليزير واحد العشبة اللي فعالة اللي كتقضي على مشكل الشيب. يعني إلا بغينا بالنسبة للناس أو البنات أو يعني السيدات بصفة عامة اللي عندهم مشكل ديال الشعر الأبيض، الشيب كيف ما كنقولوا فيكفي أنهم ياخدوا يعني واحد تقريبا 2 معالق ديال هاد الأزير، واحدة القرعة ديال الماء هادي كيف ما قلت 2 معالق ديال الأزير، وناخدو قرعة صغيرة ديال الماء نخبيو عليها هادوك 2 معالق حتى 2.5 معالق ديال الأزير، هنخليهم يطبخو واحد 5 دقايق، هنطفيو عليه، غادي نخليوه يطلق. مثلا انا بغيت نمشي للحمام غدا، فنخليه يطلق، هنديرو اليوم بالليل ونخليه يطلق حتى الغدا ونصفيه ونديرو معايا في ديك القرية ونتيه معايا الحمام. فمنين كتغسلي شعرك كتكملي، كتغسلي شعرك بالشامبو بالتيميلور الماسك، ملي كتسالي كتشدي ديك الماء ديال الازير وكتخوي عليك، يعني وكتحاولي انك ملي كتخوي على الفروة ديال الرأس ديالك انك كتحكي فروة الرأس ديالك، ماشي كتخويه على الشعر، فكتخويه على الفروة ديال الرأس، يعني الجلدة ديال الرأس ديالك كتخوي عليه داك الماء ديال الأزير. فكوني على يقين القشرة ما كتنوضش، زائد الحكة، يعني الحكة بزاف، الحكة كنعرفوا أن الحكة كتكون عندنا بزاف، وكاين الحكة اللي كتكون مقرونة بالشيب، يعني كاين الحكة ملي كيكون كيبغي يخرج الشيب كتجينا الحكة. فاليزير واحد العشبة اللي فعالة اللي كتقضي عليها نهائيا. فبالنسبة للناس اللي كيعانيو من حب شباب، يعني الناس اللي كيعانيو من حب شباب واللي عندهم دوك البطور يعني كبار، اللي عندهم الاطراس ديال الحبوب، اللي الوجه ديالهم كحل، اللي بزاف اللي يعني لابو ديالهم البشره ديالهم متضرره، فيكفي انهم ياخذوا اليزير مطحون. من الافضل انهم يطحنوا على يديهم اليزير هذا، كنقيوه كنحيدو منه العواد وكنطحنوه، كنشدو ياغورت طبيعي معلقة كبيرة ديال دانون مسوس ومعلقة صغيرة ديال اليزير، وتنديرو معاه شوية يعني شوية إلا كان عندنا شوية ديال فيتامين أو نستعملوه، إلا ما كانش ناخدوه معلقة صغيرة ديال اليزير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال دانون مسوس، كنخلطو هادو مزيان وكنديروهم ماسك للوجه ديالنا، كنخليوه مدة ديال 10 دقايق، يعني 10 دقائق ما نزيدو عليها ما نقصو عليها، وكنغسلو وجهنا في الاول بالماء دافي، من بعد كنعاودو نغسلو وجهنا بالماء بارد، اي ماسك درناه ففي الاول كنغسلو الوجه ديالنا بالماء دافي وكان من بعد كنغسلو وجهنا بالماء بارد. كان عندنا فيتامين او، كان عندنا فيتامين او يمكننا نستعملو مثلا زيت الازير، راه كتباع في الاسواق زيت الازير، كنزيدو عليها واحد المعلقة واحد 6 مقيطات ولا 7 ديال فيتامين او، وكنبداو من الليل كندهنوا بها البشره ديالنا. وعمر الزيت اي زيت تجميليه ما كنباتوا فيها في الوجه لانها كتسبب جفاف، فمنين كنقول هنايا انني هنستعمل زيت الازير هندهن بها الوجه ديالي، فالمده الزمنيه هي 2 ساعات فقط.
فمثلا كندهن مع 8 العشرة ديال الليل غادي نغسل وجهي بالصابونه ديالي، غادي نغسل وجهي بالماء، غادي نمسحو، غندير كريم مرطب. المهم ما نباتش بها، فهي فعاله، هاد العشبه بصفه عامه فعاله في القضاء على مشاكل البشره. نتمنى في هذا الفيديو يكون خفيف ظريف، ويكون نكون قدمت لكم معلومات مفيده على هاد العشبه هذه، المزايا ديالها لا تعد ولا تحصى. ان شاء الله الى اللقاء في فيديو قادم، وقبل ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.